باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات. موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به، إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرا بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات. فالشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلطاء هم الشركاء، ومعنى ليبغي بعضهم على بعض يظلم بعضهم بعضا. فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة والمنع من ظلم الشريك لشريكه. والدليل من السنة على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، أي نزعت البركة من تجارتهما. حاشية: رواه أبو داود برقم 83,303. والحاكم في الجزء الثاني صفحة 60، وقال صحيح الإسناد. والبيهقي في الجزء السادس صفحة 78، والدارقطني في الجزء الثالث صفحة 35. انتهى. أي نزعت البركة من تجارتهما. ففي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها مع عدم الخيانة، لأن فيها التعاون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وينبغي اختيار من ماله من حلال للمشاركة، وتجنب من ماله من الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام. وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف، بل يكون بإشراف المسلم، لئلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم. والشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك هي اشتراك في استحقاق، كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو غير ذلك. وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك، وهي إما اشتراك في مال وعمل أو اشتراك في عمل بدون مال، وهي خمسة أنواع. النوع الأول أن يكون الاشتراك في المال والعمل، وهذا النوع يسمى شركة العنان. النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، وهذا ما يسمى بالمضاربة. الصفحة 81. النوع الثالث اشتراك في التحمل بالذمم دون مال، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه. النوع الرابع اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما، وهذا ما يسمى بشركة الأبدان. النوع الخامس اشتراك في كل ما تقدم، بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة. هذا مجمل أنواع الشركات، ولنبينها بالتفصيل واحدة واحدة لداعي الحاجة إلى بيانها. فنقول: